السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا اخوان الكرام؟ حولكم ان شاء الله تكونوا بخير، سلام، صحة وعافية. لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس لتتوصل دائما بأحدث فيديوهات شماشم، وأيضا لا تنسى الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع الآخرين. اليوم ان شاء الله سوف أقدم لكم درس للمبتدئين وليس للمحترفين. إذا كنت محترف وتعلم في اختصار الروابط وعندك خبرة فأرجو أن لا تستمر أو تشاهد هذا الفيديو، لأنني أعلم أنك تعلمه وأنك لن تستفيد منها ولا شيء. ولكن للمبتدئين الذين يسألونني في المواقع الاجتماعية واليوتيوب يخبرونني كيف نربح من اختصار الروابط، تمام؟ يعني ما هي تجربتك في الربح في اختصار الروابط؟ فأنا أريد أن أجيب هاد الناس عن طريق هذا الفيديو، تمام، ليتعلموا ما كيف نتعامل او ما هي البساطه في هذا العمل. هذا اختصار روابط، بارك الله فيك، يعني مساله باينه وواضحه، انك تاخذ رابط تقوم بوضعه في مدونه في موقع اختصار روابط، ثم تقوم بمشاركته في المواقع الاجتماعيه او في مدونه الخاصه به، ثم اي شخص ينقر عليه انت تكسب. انا هذه الامور سوف اشرحها لانني اتحدث عنها كثيرا والكل يقول لا نعرف كيف. فمثلا سوف اعطي مثال يعني كتحفيز. مثلا فمثلا هذا الموقع، هذا بارك الله فيكم، هذا موقع خاص باختصار الروابط، فهو لا يدفع للبايبل ولكن يدفع الى البيتكوين او بيزا، لانه توقف لا اعرف ما هو السبب، ولكن كسبت معه مثلا في اختصار الروابط 8 دولار، وايضا هنا سحبت 6 دولار، وهنا سحبت 5 دولار. بالعلم راه هذا الامر الذي يكسبه راه بغير يعني اجتهاد او شيء، فقط اضع انسى يعني غير مهتم، تمام، غير مهتم. ثم بعد ما تم توقيف هذا الموقع هذا قررت ان ابدا في هذا الموقع كما تلاحظون من يوم 11، وقد شرحته وهو صادق، فبدات اعمل فكسبت 3 فاصلة هذا، ويعني كبدايه راه جيد يعني لمن يبحث عن بعض السنتات. يعني اذا كنت تكسب يعني في يوم واحد بألف شخص ينقر على الرابط وتكسب 6 دولار او 5 دولار فاصلة كذا، راه مبلغ 150 دولار شهريا. وما هي الطرق، يعني الطرق للربح من هذه المواقع الاختصارية قبل ما نبدا؟ يعني عندك اما الكتب، برامج، تطبيقات، الالعاب، مشاهدة الانمي، يعني اي شخص يعني تخبرهم الدخول الى هذا الموقع. اي شخص يعني يبحث مثلا عن مثل هذه الامور سوف تكسب معه انت مبالغ. لماذا؟ لانه يبحث عن هذه الروابط للدخول عليها. يعني قيس الامر على نفسك، حين تبحث عن برنامج او تطبيق تدخل الموضوع تبحث عن تحميل، تنقر على تحميل، ثم يظهر لك اختصار الروابط، تدخل من هنا واخرج من هنا، تمام، تدوز هذه المرحله فهو كسب معك واحد المبلغ. على اي كيف نعمل بهذا الامر؟ هذا الامر بسيط جدا. فاولا اذا اردت مثلا نضرب مثال بهذا الموقع، سوف انقر على هذا المكان، ثم سوف اختصر كلمة انفو ساتي مثلا، يعني انت تضع اي رابط لاي برنامج لاي شيء، تمام. ثم سوف اضغط على شرطين هنا، سوف اقوم باختصارها بهذا الشكل هذا، ثم سوف اخذ هذا الرابط. هذا الرابط هذا اذا اي شخص دخل الى هذا الرابط هذا او نقر على هذا الرابط انت سوف تكسب مبالغ، تمام. كيف يمكنني جلب هاد الزوار هادو باش يربحوا؟ يعني تستطيع جلبها عن طريق المواقع الاجتماعيه مثل فيسبوك، تويتر، وايضا اليوتيوب، وايضا اي موقع من المواقع الاجتماعيه، تمام، حتى الواتساب. ولكن المشكله ان الفيسبوك لا يقبل مثل هاد الروابط الخاصه باختصار الروابط، لانه يراها كفيروس، تمام. جيد، كيف يمكنني نشرها في الفيسبوك؟ لانك ترى ان الفيسبوك اكثر شيء تفاعلا مع الروابط. سوف تقوم بإنشاء مدونة، المدونة عادية تقوم بإنشائها عادي، الأمر سهل جدا. ثم بعد ذلك سوف تختار مكان يعني بدون أن تشتري أي دومين، تمام. ثم سوف تختار مشاركة جديدة بهذا الشكل، وتكتب مثلا هنا تحميل برنامج الربح مثلا. ثم سوف تأتي في هذا الوسط، ثم تنتقل على ارتباط، ثم تضع الرابط في هذا المكان، ثم بعد ذلك سوف تكتب هنا التحميل من هنا. جيد، بعد ما يتم التحميل من هنا سوف تقوم بتكبيرها وايضا يعني تفخيمها، يعني تخل الكتابه تكون يعني كبيره.
بهذا الشكل ثم تقوم بنشرها كما تلاحظون. سوف أقوم بعرض المدونة بهذا الشكل، ثم بعد ذلك تقوم بمشاركة هذا الرابط الخاص بك في الفيسبوك. بعد ما تقوم بنشره في الفيسبوك الأمر عادي، الفيسبوك لا يعتبر هذه فيروسات أو شيء. حين يقوم بالدخول هو إلى الموقع سوف يجد مكان خاص باختصار الرابط، سوف يعني المكان الخاص بتحميل من هنا ينقر وتكسب، يعني إذا استطعت أن تجلب عدد كبير من الناس فأنت سوف تربح، وفعلا الناس تربح فيها عدد كبير جدا المهتمة كثيرا فهادشي، خاصة في الألعاب مثل تحميلات ألعاب كذا وكذا وكذا وبرامج إلى آخره. طيب بالنسبة ليوتيوب، يوتيوب أيضا وسيلة للربح. يعني كيف؟ يعني مثلا أنا تحدثت في يوم عن 8 طرق للربح من اليوتيوب، يعني كل شيء يعرف هذا الفيديو هذا 8 طرق للربح من الأنترنت بدون رأس المال. فيعني الكثير يبحث عن ربح عن طريق طرق عن طريق بدون رأس المال، فهنا ذكرت يعني المواقع التي تستطيع الربح منها بدون رأس المال. فذكرت أنه هناك موقع فلان 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 إلى آخره، ووضعت هنا اختصار الروابط كما تلاحظون. في يوتيوب ما عندوش حتى شي مشكل مع اختصار الروابط، تمام؟ فهنا ذكرت اختصار الروابط، يعني انت تتحدث عن مثلا تحميل برنامج كذا او تحميل انمي كذا او تحميل كذا كذا، فاي شخص سوف يدخل، او تتحدث عن موقع ربحي اي شخص سوف يدخل سوف يجد الرابط الموقع سوف ينقر عليه، وهي يعني الى اذا تستطيع جلب 1000 مشاهده فقط في اليوم، فهذه 1000 مشاهده اذا اعجبت بهذا الموقع سوف تنقر على الرابط وسوف تكسب منها يعني 1000 ناس 6 دولار حتى 5 دولار، اذا كانت الدول الاجنبيه ربما تربح معها حتى 10 دولار، تمام؟ يعني هذه الطرق الوسيله التي نستعمل، يعني عن طريق اليوتيوب كما تلاحظون، او عن طريق الفيسبوك كما اخبرتكم تقوم بوضعها في المدونه، او عن تضعها في تويتر او مواقع اخرى، او تشاركها في الواتساب، تمام؟ انا لا اتحدث عن البرامج بحال الروبوت وهذه الامور التي تقوم بالنقر العشوائي، فانا لا اتحدث عن المخالفات، اتحدث عن امور سليمه ان شاء الله، واعتقد ان الفيديو راه واضح وان شاء الله يكون خير، واي سؤال سوف نجيبكم ان شاء الله، وكثره الاسئله لان بالاسئله استطيع ان اجلب العديد من الافكار وتقديمها لكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.